الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة عن ثابت البناني رحمه الله تعالى. وثابت البناني من خواص أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان الناس يكبرون في العشر، كان الناس يكبرون في العشر حتى نهاهم الحجاج، وأمر الناس بمكة على التكبير في الأسواق في العشر. وهذا الأثر عن ثابت البناني رحمه الله ورضي عنه يدل على أن هذا الأمر كان معروفا عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أي أنهم كانوا يكبرون في الأيام العشر، عشر ذي الحجة، في الأسواق. ويدل على ذلك أيضا فعل أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر، كما أخرج البخاري معلقا مجزوما به، ووصله الفاكهي في أخبار مكة بإسناد حسن أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم، ما يخرجهم إلى السوق إلا ذلك، يعني ما يخرجون إلى السوق إلا من أجل أن يكبروا، فيسمع الناس تكبيرهم فيكبروا بتكبيرهم. فهذه السنة يغفل عنها اليوم كثير من الناس، وكلنا مقصرون فيها، فعلينا أن نحيي هذه السنة، سنة التكبير في الأسواق وفي الطرقات بين الناس، لأن شعار العشر التكبير. لذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلم كما عند أحمد: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. ويشهد له قوله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأيام المعلومات كما صح عن ابن عباس عند البيهقي أنه قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام النحر والتشريق. والآية تدل على ذلك، أن التكبير المراد به التكبير في العشر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بيت العتيق. وهذه الأعمال كلها تكون بعد الأيام العشر، تكون في يوم النحر وما بعده، وجاء الأمر بالذكر قبلها، فدل على أن المراد بها كما ذكر ابن عباس هي الأيام العشر. فعلينا أن نحيي هذه السنة، وأن نعلن التكبير في الطرقات وفي المجالس وفي الأسواق، لأن هذا التكبير هو شعار هذه الأيام العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.